بنا هيا بنا، لدي مفاجأة من أجلك. حقا؟ نعم، إنها هيا بنا هيا بنا هيا بنا. توقفي توقفي، تماما توقفي توقفي توقفي. أتسمح لي؟ لا لا لا، توقفي قليلا، أكثر قليلا، وهيا انظري. نحن ذاهبون إلى رحلة شهر العسل. أسرع، نحن متأخران. أحببت هذا؟ إنه رائع، كل شيء على ما يرام. هل يمكن تفقد المكان؟ الفيلا تحت تصرفك، اذهبي أينما تريدين. تارا، رائع جدا. هذا ليس كل شيء، هيا بنا. هيا سأريك البقية. يا له من حمام رائع! رائع! الطبق الثاني! هل أعجبني؟ نعم، إنه رائع، ولكن كيف يمكننا تحمل نفقاته؟ لا تقلقي، هذه هدية من أبي. أوه، شكرا له. كيف حالك معه الآن؟ نعم، كل شيء على ما يرام، دعينا نستريح.
تفعل أنت؟ مارينيت، لدي مفاجأة من أجلك. سأذهب وأنت سوف تأتي إلى الفيلا بعد 10 دقائق. حسناً، 10 دقائق. 10 دقائق. أدريان، أنا هنا. 10 دقائق انتهت. أين هو؟ أين أنت؟ أدريان. الآن هديتي في يدي. هذه المرة عرفت بالضبط أين سيكون كلاكما. اهربي مارينيت، اهربي. أدريان، لا لا، ليس بهذه السرعة. لا، لا تفعل. سامحيني أيها الدعسوقة، أنا آسف. تيكي، هاجمي. استسلمي ليدي باك وتخلي عن تميمتك. انسى ذلك. تميمتك أم حياة حبيبك؟ لا أيها الدعسوقة، اهربي. من فضلك لا تعطيها إلي. نعم، لدينا بطل هنا. كان لديك فرصة أيها الدعسوقة. قولي وداعا لدعسوقتك. القط كارثة. أن أصدق ذلك. مارينيت، مارينيت. ما هذا؟ كيف حالك مارينيت؟ كابوس؟ ماذا حدث؟ كنا نمشي وأغمى عليك على الشاطئ. ضربة شمس؟ إنه مجرد حلم. منذ متى وأنا هنا؟ لوقت طويل؟ لقد أفسدت رحلتي لشهر العسل. لماذا تقولين هذا؟ آسفة أدريان، بسببي نحن هنا ولسنا على الشاطئ.
رعايتي لك هي أكثر شيء لطيف من أي وقت مضى. أنت لطيف جدا أدريان. لدي مفاجأة من أجلك. الدونت المفضل. المفضلة لدي. شكرا لك، أنا جائعة جدا. لذيذ جدا. شكرا عزيزي. ظننت أنك تريدين المشاركة. آسفة أدريان. هل أعجبتكم هذه الحلقة؟ إذن اشتركوا في القناة. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس. من أجل عدم تفويت الحلقة الجديدة، اكتبوا في التعليقات من هو شخصيتكم المفضلة. على سبيل المثال، من كرتون الدعسوقة والقط الأسود، أنا أحب هوكموث. وأنا أحب القط الأسود. لا، أنا أحب هناك مثل هذا النمر من أجلك. أحبكم جميعاً. إلى اللقاء.